اقترب أيها الشاب المسافر. هي رحلة استكشاف طويلة. أوقف! لقد سرقني! أوقفوه! اذهب أنت من هنا أو أنا من هنا. الرحالة ابن بطوطة، معا نشهد مواجهته وقدره ورحلاته. إنه لأمر عظيم أنه سيرحل بعيدا وصولا إلى بلاد السند والهند. من خلال عيني طفل نسرد لكم قصصه المثيرة. تعرفوا على أصدقائه وعلى أعدائه، شاركوه مصاعبه وانتصاراته. تلهمنا اليوم كما ألهم برحلته التاريخية أجدادنا قبل أكثر من 600 سنة. لا، لن نتراجع. ولكن تجوالي الآن لن يتوقف حتى ألتقي هؤلاء الثلاثة وأبلغهم تحياتك. المغامرات الشابة لابن بطوطة ذكرت لجميع الأطفال في العالم بغض النظر عن أعمارهم. المغامرات الشابة لابن بطوطة أعدت لكم من قبل مركز ابن بطوطة للتسوق. نحو الجنة نحو الشمال لنكتشف.